احنا نشكر ربنا ان هذا الشهر حمل لنا بركات كتيرة بلقاءات متعددة مع قداسة البابا اول الشهر واواخر الشهر ومنتصف. فنصلي لقداستك وربنا يديك البركة والصحة والعافية ويخليك لنا سيدنا. ربنا يخليك سيدنا. في ثلاث محطات في كنيستنا القبطية بيأثروا فينا كلنا، البيت والكنيسة والدير، البيت الأسرة، ما كل أسرة فينا اتولدت جوه الكنيسة مش كده برضو؟ وبعد انتوا كأسرة تفضل تربي ولادك وبناتك وتكبرهم تكبرهم تكبرهم لغاية ما يعملوا أسر تانية، وبعدين مرتبطين من البيت للكنيسة. وقبلك واسألك هو انت كنيستك ايه؟ تقول لي كنيسة كذا. بتروح كنيسة ايه؟ بتخدم فين؟ بتخدمي فين؟ والحاجة التالتة ان كلنا بنحب نروح الدير، حتى قدسك يوم ما ترسمت قضيت فترة في الدير. وعايزك تعرف ان العالم كله، كل البني ادمين اللي في العالم جعانين للحب، hungry for love. واعرف ان كلمة love زي كلمة life، الحب والحياة. واعرف كده ان الحب هو الحياة وان الحياة هي الحب، ومن يعرف الحب يفهم الحياة. مع بدء فترة الصوم وبتكتر طلبات الحل بكذا، مادام في نطاق الاعتراف والشخص اللي قدامي ومسؤولية الشخص، بالذات لو كنت عارف انه متأسف في كلمة، انه مش مستهتر، مش شخص مستهتر، جاي يسألك في حاجة روحية ودي حاجة كويسة يعني. وممكن تعمل تقسم الحكاية مرتين، ان ايه طيب خلاص بس نحافظ على صوم الاربع والجمعة مثلا، او نحافظ على الكلام ده اربع وخميس وجمعة كل واحد. عشان كده الكنيسة عملت لنا الاعتراف، لانه ده انت بتفصل ارشادك على قد الشخص اللي قدامك.